الإطرار بدون سبب. إذن نجو نعرفو ما هو الإطرار بلا سبب. تفرض قواعد العدالة والإنصاف على كل من أترى بدون سبب على حساب شخص آخر المفتقر أن يرد إليه ما أترى به بسبب هذا الإطراء، وبحدود ما أفتقر به المفتقر، ويعتبر الإطراء بلا سبب مصدرا مستقلا من مصادر الالتزام. إذا الإطراء بلا سبب شنو يعتبر؟ يعتبر مصدر مستقلا من مصادر الالتزام. والمشرع الليبي شندار نظم أحكام الإطراء بلا سبب في مواد من 182 إلى غاية 200. شملت القاعدة العامة لنظرية الإطراء بلا سبب وبعدين تطبيقاتها. إذا بنشوف النظرية العامة للإطراء بلا سبب بعدين بنشوفوا تطبيقاتها. تمام بس. إذا الإطراء بلا سبب يعتبر مصدر من مصادر القاعدة القانونية بس، أو مصدر من مصادر الالتزام. القاعدة العامة في الإطراء بلا سبب في المادة 182 من القانون المدني الليبي: كل شخص ولو غير مميز يتري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أترى به بتعويض هذا الشخص عما لاحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإطراء فيما بعد. تنص المادة 183 مدني على أنه تسقط دعوى التعويض عن الإطراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. على هذا النصوص تتطلب دراسة الإطراء بلا سبب تحديد شروط وبيان أحكامه. أول حاجة شروط الإطراء بلا سبب. أول شرط عندنا إطراء المدين، يعني إحنا لقيام الإطراء بلا سبب يجب إن شني إن يقوم شخص إن هو يتري أو يستغنى شخص على حساب مني على حساب شخص آخر. بهي يصبح الالتزام هنا يعني مصدر الإطراء بلا سبب، وشن الشخص الآخر إن يصير لافتقار، يصبح هو الدائم في الالتزام، ويجب أن يكون الإطراء هنا يشني مليشي سبب. إطراء المدين. حتى يتحقق إطراء المدين يجب أن يحصل عليه منافع مالية، وقد يكون الإطراء إيجابيا، وذلك بإضافة قيم أو منافع مالية إلى ذمة المثري، كأن يقوم شخص بالبناء على أرض تعود للغير، أو يقوم مستأجر بإيجار إجراء تصلحات في المأجور دون أن يوجد التزام يلزمه بذلك. يحصل المدين على هذه المنافع أو القيم بواقعة سلبية، إذ أدت هذه الواقعة إلى إنقاص من الجانب السلبي لذمة المدين المثري، كأن يقوم شخص بوفاة دين عليه الغير، فيترى المدين من قضاء التزامه اتجاه الغير بالوفاء. والإطراء قد يكون مباشر، وذلك عندما يحصل المتري على المنافع المالية من المفتقر مباشرة، وقد يكون الإطراء غير مباشر، وذلك عندما يحصل المتري على المنافع المالية بواسطة شخص أجنبي وليس المفتقر مباشرة، كأن يرمي ربان سفينة المهددة بالغرق بعض البضائع في البحر لإنقاذ بضائع أخرى، وذلك يتري من أنقذت بضاعته على حساب الآخرين الذين ألقيت بضاعتهم في البحر. فالربان هنا الشخص الذي ساهم في إطراء مني جانب وإطراء وافتقار جانب. وإذا كان الإطراء في الغالب يمثل قيمة مالية، فإنه قد يمثل قيمة معنوية، كإطراء الموكل من جهد المحامي، والمريض من جهد الطبيب، والطالب من جهد المدرس، دون أن يبرم عقد سابق يحدد التزامات وحقوق الطرفين. 2- افتقار الدائن. لكي يتحقق الإطراء يجب افتقار الدائن. يقصد بالافتقار حدود خسارة مالية تلحق بشخص يسمى المفتقر، ويكون مركزه في الدعوة دائما. يعتبر شرطا افتقار الدائن شرط لازم لقيام دعوى الإطراء بلا سبب. فإذا لم يقابل إطراء المدين افتقار من جانب الدائن، أو لم يكن الافتقار هو سبب اغتناء المدين، فلا يتحقق الإطراء بدون سبب. فإذا أنشأ شخص مثلا مدرسة فارتفعت قيمة العقارات المجاورة لها،
فإن هذه الزيادة في قيمة العقارات لا تعد إثراء ولا تنشئ التزاما ماليا في ذمة المالكين اتجاه مني مالك المدرسة، ذلك أن مالك المدرسة لم يصب بافتقار. الافتقار كالإثراء قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا، وقد يكون مباشرا أو غير مباشرا، وقد يكون ماديا أو معنويا. الشرط الثالث أن يكون الإثراء دون سبب. لا يكفي لقيام الإثراء بلا سبب وجود إثراء في ذمة شخص وافتقار في ذمة شخص آخر، بل يجب أن شني يكون في علاقة سببية بين الإثراء والافتقار، ويجب شني كذلك أن يكون هذا الإثراء والافتقار سبب قانوني. أما إذا كان الإثراء والافتقار سبب قانوني يبرره، فعندئذ لا يكون هناك محل تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب، ومن ثم إعادة ما أثر به إلى المثري. يقصد بالسبب في هذا المجال المصدر القانوني المنشئ للالتزام للعقد والإرادة المنفردة والعمل الضار الموهوب له يترى على حساب الواهب، لكن هذا الإثراء له سبب مصدره عقد الهبة، وقد يكون سبب الإثراء نص القانون كما في التزام الزوج بالإنفاق على زوجته، هنا نص القانون. أما في حال انعدام السبب القانوني للاغتناء والافتقار وقامت علاقة السببية بينهما، فعند أن تطبق قاعدة الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدرا عام مستقل للالتزام، ويلزم الشخص الذي أثرى برد ما أثرى به أو تعويض المفتقر. أحكام الإثراء بلا سبب. طبعا أحكام الإثراء بلا سبب تتضمن قواعد التعويض وسقوط دعوى الإثراء بلا سبب. أول حاجة، لما يكون في إثراء بلا سبب يعني حق شني؟ يحق للمفتقر مطالبة المثري بالتعويض على الإثراء اللي قام به المفتقر، يعني مطالبة الدائن المدين تعويضه. نص المادة 180 مدني على أن الثري يلتزم بأن يرد إلى المفتقر أقل قيمتي الإثراء والافتقار، فإذا كانت قيمة الإثراء 5000 وقيمة الافتقار 3000 فإنه يلتزم بدفع 3000 دينار، ويلاحظ أن وقت تقدير قيمة الإثراء يتم بالنظر إلى وقت تحققه، لأنه الوقت المناسب لتقدير قيمة المنافع المالية التي دخلت في ذمة المثري. وأما وقت تقدير قيمة الافتقار فإن الرأي الراجح في الفقه يدب إلى تقدير وقت النطق بالحكم. يلتزم المثري بالتعويض حتى وإن كان غير مميز، وذلك لأن التزامه يتولد عن واقعة قانونية عن الفعل النافع، وهو يتولد خارج إرادة المثري والمفتقر، ولهذا لا يتطلب الأهلية بالنسبة لأي منهما. التقادم. نصت المادة 183 مدني على أن تسقط دعوى التعويض عند الإثراء بلا سبب انقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لاحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. من هذا النص أن دعوى التعويض بالإثراء بلا سبب تتقادم بانقضاء 3 سنوات من أمتى؟ تبدأ من اليوم اللي يعلم فيه المفتقر بحقه في التعويض، أي يعلمه بواقعة الافتقار، وإن هذا الافتقار كان سبب شنو؟ كان سبب اغتناء المثري. إذا لم يرفع دعوى التعويض خلال الميعاد المذكور فإن حقه في التعويض يسقط. أيضا تتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمرور شنو 15 سنة، تبدأ من أمتى؟ من يوم ثبوت حق المفتقر بالتعويض في ذمة المثري، وهو وقت تحقق الإثراء أو الافتقار. فإذا لم ترفع هذه الدعوة خلال هذا الأجل سقط حق المفتقر في رفعها في جميع الأحوال. من أهم تطبيقات الإثراء بلا سبب اللي وردها القانون المدني تطبيقين على قاعدة الإثراء بلا سبب. أول حاجة عندنا دفع الغير مستحق، وعندنا الفضالة. شو انت عارفوا عليهم تباعا؟ عندنا
التطبيق الأول وهو الدفع غير مستحق. شو معنى كلمة الدفع غير مستحق؟ المقصود بالدفع غير مستحق يعني شخص يقوم بالوفاء بالتزام هو مش واجب عليه أن يقوم به لشخص آخر لدفع دين معين عن غيره دون أن تكون له نية الوفاء. هنا الموفي قام بشني؟ قام بالوفاء بالتزام، لم يكن ملزما قانونا بالوفاء به، كما أن لم يوفي الوفاء بالتزام في ذمة غيره، لذلك فهو وفاء بدون سبب، بذلك يكون قد افتقر بما أدى. من جانب آخر عندنا الموفي له قد حصل على منافع مالية فهي من غير سبب قانوني، لذلك فهو أثرى بدون سبب، مما يستوجب شني؟ أن يرد ما حصل عليه للموفي. على ذلك قد عالج المشرع الليبي دفع غير مستحق باعتباره شني؟ باعتباره التطبيق الأول لقاعدة الإثراء بلا سبب في المواد طبعا من شني؟ من 184 ل 190 من القانون المدني الليبي على هذا الأساس. أولا قاعدة دفع الغير مستحق شن بيصير فيها؟ عندها شروط معينة باهي. طبعا نصت المادة 184 مدني على أن شني؟ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء. يتضح من هذا النص شني؟ أن شروط القاعدة أول حاجة يجب أن يكون هناك وفاء. لقيام قاعدة دفع غير مستحق يجب أن يكون هناك شني؟ أن يكون هناك وفاء بالدين، يعني لازم يكون فيه سداد دين من جانب مني، من جانب شخص معين لشخص آخر. هنا يشمل كل تنفيذ الالتزام مهما كان محله به، كدفع مبالغ أو قيم مالية إلى شخص آخر أو قيام بتسليم شيء معين إلى شخص آخر. ففي هذه الحالة ينشأ التزام قانوني في ذمة مني المستلم برد ما حصل عليه إلى الشخص الذي قام بهذا الالتزام. الشرط الثاني انعدام السبب القانوني للوفاء. يجب أن لا يكون هناك سبب قانوني للوفاء. إذا قام شخص بدفع مبلغ من النقود أو تسلم شيء معين تنفيذ الالتزام عقدي، أو قام بدفع مبلغ مثلا جائزة أو تنفيذ لوعد سابق مثلا، هنا ما يحقش مطالبة بالتعويض، علش؟ لأنه هو التزام بشيء عقدي باهي. أو قام عندنا هنا تعويض أضرار ناتجة عن فعله الشخصي، في هذه الحالة لا مجال لشن لتطبيق قاعدة الدفع غير مستحق، لأن علاج أن الدفع يقوم بالتزام قانوني. عندنا المادة 186 مدني نصت على حالات يتحقق فيها الوفاء دون سبب قانوني بقولها يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذ للالتزام لا يتحقق بسببه أو التزام زال سببه بعد أن تحقق. هنا عندنا حالات وضحتها المادة القانونية. أول حاجة الوفاء بدين غير مستحق أصلا، تتحقق هذه الحالة إذا كان أتي لا وجود له أصلا، بمعنى أن المدين الموفي به ليس له وجود قانوني في أي وقت لا بالنسبة للدافع ولا للمدفوع له، كأن يعتقد الوارد أن مورثه كان مدينا وأن التركة انتقلت إليه متقلة بالديون فيقوم بوفاء هذه الديون ويظهر له فيما بعد أنه لا وجود لهذه الديون أصلا. الحالة الثانية تتحقق إذا كان المدين قد انقضى قبل الوفاء، أو إذا كان الدين قد انقضى قبل الوفاء، كما لو قام المدين بدفع دين إلى دائنه استنادا على عقد مبرم بينهما ثم يتقرر بطلان العقد وفسقه، أو أن يقوم الوارد بها الوفاء بدين على مورثه ثم يظهر أن مورثه قد قام بتسديد هذا الدين قبل وفاته. ثالث شيء أو ثالث شرط لكي تقوم القاعدة أن يكون الموفي قد وقع في غلط عند الوفاء. لا يكفي لإعمال قاعدة الدفع غير مستحق أن يكون هناك وفاء وأن ينعدم السبب القانوني للوفاء، بل يجب كذلك أن يقع الموفي بالغلط عند الوفاء يجعله يعتقد أنه ملزم بالوفاء ثم يكتشف بعد ذلك عكس ذلك الاعتقاد. أما إذا كان الموفي يعلم بأنه غير ملزم بالوفاء ومع ذلك قام به فلا مجال لتطبيق قاعدة دفع غير مستحق، وعندئذ لا يجوز أن يسترد ما دفعه لأن الوفاء
في هذه الحالة قد يستند على سبب قانوني كالتبرع أو الإبراء أو الوفاء عن الغير، ولكن يجوز للموفي أن يسترد ما دفعه رغم عمله أنه غير ملزم بالوفاء إذا كان ناقص الأهلية أو إذا كان قد أكره على الوفاء هذا، ويتحمل الموفي عبء إثبات أنه قد وقع دفع غير مستحق وقت الوفاء وأنه قد وقع في الغلط عند الوفاء. أما في حالة علمه أنه غير مستحق ملزم بالوفاء فيجب عليه أن يثبت أنه قد كان ناقص الأهلية عند الوفاء أو أكره على هذا الوفاء. عندنا أحكام الدفع غير مستحق، في حال توفرت شروط أعمال قاعدة الدفع غير مستحق، طبعا يحق للدفع دفع أن يسترد ما دفعه عن طريق إقامة دعوى استرداد غير المستحق. الأصل أن يسترد الدافع مقدار ما دفعه، إلا أن المشرع وضع بعض الأحكام تحدد مقدار ما يجب رده مراعيا في ذلك طبعا حالة المدفوع له قيمة إذا كان حسن نية أو سيء أو ناقص الأهلية أو كان الوفاء مقابل دين مؤجل قبل حلول أجله. كذلك نظم أحكام سقوط دعوى استرداد غير مستحق حسب الآتي: 1- إذا كان الموفى له حسن نية، إذا كان الموفى له حسن نية ويعتقد بأن عليه حق في تسلم مبالغ أو قيم مالية، هذه الحالة ما يلزمش إلا برد جني اللي تسلمه، وهذا حسب نص المادة 188، لا يلزم برد ما حصل عليه من فوائد وثمار إلا من تاريخ إقامة الدعوة، كما لا يكون مسؤول على هلاك شني الشيء أو تلفه إذا كان ذلك بخطائه أو تقصيره. كذلك يستطيع الموفي له حسن نية يطالب بالنفقات الضرورية اللي أنفقها لحفظ الشيء من الهلاك. إذا كان الموفى له سيء النية، هنا يا الموفى له سيء النية أنه يعلم أن ما استلمه لم يكن من حقه، هذه الحالة يلزم برد ما تسلمه من ثمار ومن فوائد متحققة عليه من يوم الوفاء أو من اليوم اللي أصبح فيه سيء النية. في حال تهلك الشيء في يده التزم برد قيمته وثماره وفواده حتى وإن كان الهلاك بسبب أجنبي اليد له فيه، ما لم يثبت أن شيء كان يهلك أو يتلف حتى ولو كان في يد الدافع. أما النفقات اللي أنفقها على الشيء ليس له أن يطالب إلا بما هو ضروري ونافع للشيء. بهي إذا كان الموفى له نقص الأهلية كيف كانت هذه أحكام الدفع؟ عندنا المادة 89 قالت إذا كان لم تتوفر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثر به. هذا النص شن قالك؟ أن مقدار ما يلتزم به الموفى له ناقص الأهلية يتحدد بما عاد عليه من نفع وليس بكل ما تسلمه بدون حق. أما إذا كانت المنفعة طبعا التي عادت عليه أكبر مما تسلمه من منافع أو نقود فعندئذ لا يلزم برد إلا شني اللي تسلمه فقط. طبعا دعوى الاسترداد تسقط حسب تنظيم المشرع الليبي في نص المادتين 187-190 من القانون المدني الليبي: لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن نية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام به الوفاء. هذا النص شن قالك؟ قالك أن الموفي لا يستطيع إقامة دعوى الاسترداد إذا كان الموفي غير المدين وكان الموفي له قد تجرد من سند الدين سواء بتسلمه هذا السند إلى المدين أو بتنفيقه عند استلام دينه، أو أن أعاد التأمينات اللي كانت بحوزته، أو أن تنازل على الدعوة اللي أقامها على المدين الأصلي أو تركها بدون مراجعة.
هنايا تكمن علة هذا النص في شني؟ في أن مشرع أراد أن يحمي مني، يحمي الدائن حسن النية اللي تجرد من سند الدين أو من التأمينات ظنا منه أنه قد استوفى حقه، وذلك بأن الموفي كان قد ارتكب خطأ عند قيامه بدفع ما ليس واجبا عليه، فلذلك يجب أن يتحمل نتيجة خطئه. أما المادة 190 من القانون المدني نظمت أحكام تقادم دعوى استرداد غير المستحق باعتباره تطبيق من تطبيقات الإتراب بلا سبب، فنصت على أن الدعوى تسقط استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء 3 سنوات من اليوم اللي يعلم فيه من وقع غير المستحق أو من الدفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. تسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم اللي نشأ فيه هذا الحق. من هذا النص أن الدافع يستطيع رفع الدعوى للاسترداد خلال شني 3 سنوات من اليوم اللي علم فيه بأن شني قد دفع دون مسوق قانوني، فإذا انقضى هذا الأجل تسقط شني حقي في رفع الدعوى. في كل الأحوال فإن حقي في إقامة الدعوى يسقط من قضاء شني 15 سنة من يوم نشوء الحق. عندنا شكل ثاني من أشكال الإتراب بلا سبب اللي هي الفضالة. شو معنى الفضالة؟ الفضالة هي تولي شخص عن قصد القيام بعمل عاجل لحساب شخص آخر دون أن يقوم ملزما بذلك. الفضالة نصت عليها المادة 191 تعتبر تطبيق الثاني لقاعدة الإتراب بلا سبب، حيث أن الفضولي غير ملزم بالقيام بالعمل إذا حصل رب العمل على منافع أو قيم مالية. تعرض الفضولي لخسارة أثناء قيامه بالعمل، فإن رب العمل شني يكون قد أثرى على حساب الفضولي، مما يجعل الفضولي الحق في شني المطالبة بتعويض إن قبل الفضالة. غير أن الفضالة طبعا تختلف على قاعدة الإتراب للسبب من حيث لزوم توفر القصد، فهو لزام لقيام الفضالة، بينما لزام قيام قاعدة الإتراء بلا سبب. تختلف أيضا الفضالة عن الوكالة، أن الوكالة مصدرها العقد بينما الموكل بين الموكل والوكيل، أما الفضالة مصدرها شني القانون. كذلك الوكيل مخول من جانب الموكل، فضولي فهو غير مخول من جانب رب العمل. المشرع الليبي في المادة 191 المادة 200 من القانون حدد شروط قيام الفضالة. أول حاجة، المادة 191 من القانون أن يقوم الفضولي بعمل عاجل لحساب رب العمل، وأن يقصد الفضولي من هذا العمل مصلحة رب العمل، وألا يكون ملزما بالقيام بالعمل. هنشوف هذه الشروط. أول حاجة، قيام الفضولي بعمل عاجل لحساب رب العمل. طبعا يشترط القيام الفضالة أن يقوم الفضولي شني بعمل عاجل لحساب رب العمل، والأعمال التي يقوم بها الفضولي هنا تكون أعمال قانونية وقد تكون أعمال مادية. من أمثلة الأعمال القانونية قيام شخص مثلا ببيع محصولات مملوكة للغير سريعة الفساد أو التلف، كذلك قيام بعض الضرائب، تسديد بدفع تسديد بعض الضرائب الغير توقي للحجز على أمواله. أيضا الأعمال المادية اللي يقوم بها الفضولي أن يقوم مثلا بترميم دار جارة الآيلة للسقوط، أو إطفاء حريق شب في داره. يتطلب القانون أن شني أن يكون العمل الذي قام به الفضولي ضروريا، وأن يكون عاجل ولا يحتمل التأجيل. الشرط الثاني، يجب أن يقصد الفضولي تحقيق مصلحة رب العمل. لا يكفي لقيام الفضالة أن يقوم الفضولي بعمل عاجل، بل يجب شني كذلك أن شني يكون شني عندنا أن يعمل لمصلحة رب العمل. فإذا لم يقصد الفضولي تحقيق مصلحة رب العمل، إنما قصد تحقيق مصلحة لنفسه، فلا تتحقق الفضالة حتى ولو عاد هذا العمل بالمنفعة على رب العمل. يعني لازم أنه هو تكون شني تقول لمصلحة رب العمل.
كذلك لا تحق الفضالة إذا انصرفت نية الفضول إلى العمل لمصلحته ثم يظهر فيما بعد أنه يعمل لمصلحة غيره، كأن يقوم شخص مثلا ترميم منزل يعتقد أنه مملوك له ثم يظهر فيما بعد أنه مملوك على الشيوع مع غيره. في هذه الحالة لا تتحقق قاعدة الفضالة. الشرط الثالث للفضولي، الفضولي ملزم بالعمل الذي قام به. يعني هنا عندنا الفضولي لازم يقوم بإنهاء العمل الذي بدأ به. يجب أن لا يكون الفضولي ملزما أو مكلفا بالقيام بالعمل، فإذا كان ملزما أو مكلفا بهذا العمل كان لا يعد فضوليا ولا تطبق أحكام الفضالة. فالمدين بالالتزام معين عندما يقوم بتنفيذ التزامه لا يعتبر فضوليا، كأن يقوم مقاول بتنفيذ الأعمال اللازمة لإتمام المقاولة، فالمقاولة يعتبر فضولية لأنه يوفي بالتزام منصوص عليه في عقد المقاولة. كذلك لا يعتبر فضولية من يقوم بالعمل رغم معارضة رب العمل له، فإذا كان العمل الذي قام به محظورا عليه بحكم القانون أو لمعارضة رب العمل فعندئذ يكون ارتكب خطأ تقصيرية، ومن ثم قد يسأل عنه بالتعويض إذ أحدث ضرر لرب العمل. إذا لازم أن هو يقوم بتأدية عمل هو غير مكلف به لكي تقوم شروط شني الفضالة. أحكام الفضالة طبعا يترتب عليه توفر شروط السالفة لقيام الفضالة، نشر التزامات على عاتق مني، على عاتق كل من الفضولي ورب العمل. أولا التزامات الفضولي، طبعا فرض المشرع على الفضولي عدة التزامات حددت للمواد 193 إلى 197 من القانون المدني الليبي. أول حاجة من التزامات الفضولي، التزام الفضولي بإتمام العمل الذي بدأه أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. أول حاجة لازم إن شني يتم العمل اللي بداه الفضولي. ثاني شيء الفضولي عليه أن يلتزم ببذل عناية الشخص العادي عند قيامه بالعمل 196 مادة. في حال إذا قصر عند بذل هذه العناية فإنه يكون مخطئا ومقصرا ومسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب رب العمل، غير أن المشرع قد أجاز القاضي أن يخفف من مسؤولية الفضولي على الخطأ إذا كانت الظروف الملابسة تبرر ذلك. ضروري أنه هو شنو يقوم بالعمل عليه يبذل فيه العناية الكاملة، عناية شخص العادي وكأنه عناية لشخصه. إذا ناب الفضولي غيره في إتمام العمل فإنه يظل مسؤولا أمام رب العمل، فيجوز للأخير الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها نائب الفضولي. أيضا إذا كان حط نائب لازم أن يكون يقعد مسؤول عليه. الشرط الثالث، يلتزم الفضولي بشني باختار رب العمل بتدخله. يجب على الفضولي أن يختار رب العمل بتدخله بأقرب فرصة حسب نص المادة 194، ذلك لأن العمل الذي يقوم به الفضولي هو لمصلحة رب العمل. رابع التزام عليه الفضولي، يلتزم الفضولي بتقديم قائمة لحساب رب العمل. إذن يلتزم الفضولي بشني أن يقدم كل ما قام به من مصروفات وكل ما قام به في قائمة لمني لرب العمل. عندنا التزامات رب العمل، طبعا نصت المادة 198 من القانون المدني على أن يعتبر الفضولي نائبا على شني، على مني، على رب العمل. متى كان شني بذل في إدارته عناية الشخص العادي زي ما قلنا، ولم حتى لو شني لم تتحقق النتيجة المرجوة، في هذه الحالة يكون رب العمل ملزم بشني بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوض شني التعهدات اللي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية طبعا والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوض على الضرر اللي لحق بسبب قيامه بالعمل. طبعا الفضولي لا يستحق أجر على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته. إذن يلتزم رب العمل بتنفيذ جميع التعهدات اللي شني اللي عقدها الفضولي نيابة عنه. في حال أجرى الفضولي بعض التصرفات القانونية مع الغير باسم وحساب رب العمل توافرت الشروط المطلوبة لقيام الفضالة،
أصبح الفضول شني نائبا على رب العمل زي ما قلنا. في هذه الحالة تعتبر نيابة شني نيابة قانونية، لأن مصدرها هو القانون، ويترتب على ذلك شني أن يصبح رب العمل طرفا في التصرف اللي أجراه الفضولي مع الغير. هنا ينصرف الأثر في هذا التصرف لمني لرب العمل، ويصبح ملزم بتنفيذ ما رتبه هذه النيابة وهذا التصرف من الالتزامات. ثاني شيء، يلتزم رب العمل شني قلنا بتعويض الفضولي عن التعهدات اللي قدمها باسم الشخص. طبعا هذه التعهدات لما كانت عقدها الفضولي قدمت لحساب رب العمل، فيجب على الأخير شني تعويض الفضولي عن تعهداتي اللي عقدها مع الغير. أيضا رب العمل عليه أن يعود النفقات الضرورية طبعا اللي يقوم الفضولي بإنفاقها في بعض النفقات الضرورية زي نفقات الإصلاح ونفقات جني المحصول ونفقات التخزين. يجب على رب العمل رد النفقات مع فوائد القانونية وقت الإنفاق. أيضا يلتزم رب العمل بتعويض الفضولي عن الضرر اللي لحقه اللي صاب الفضولي بضرر بسبب قيامه بالعمل، كأن يصاب بجروح أثناء إخماد الحريق أو يتلف بعض أمواله، ويجب لرب العمل تعويضه عن هذه الأضرار. أيضا الدعاوى الناشئة عن الفضالة سواء كانت لمصلحة الفضولي أو لمصلحة رب العمل تختلي أحكام شني أحكام التقادم. طبعا لها دعوة الإتراء بلا سبب ودفع غير المستحق، فهذه الدعاوى تسقط شني بانقضاء 3 سنوات من اليوم اللي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم اللي ينجح فيه الحق، وهذا طبعا حسب نص المادة 200 مدني من القانون المدني الليبي. المادة 200 من القانون المدني الليبي ضروري من أن شني دعوة لإدراء بلا سبب والدفع المستحق هي نفس أحكام دعوة الفضالة، بحيث تسقط انقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الأحوال انقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. نصت عليه دعوة الفضالة المادة 200 من القانون المدني الليبي. القانون، القانون يعتبر المصدر الخامس من مصادر الالتزام. طبعا يذهب أغلب الفقه القانون الخاص إلى أن القانون هو مصدر عام للالتزامات، فهو مصدر غير مباشر للالتزام وينشأ عنها الالتزام زي العقد، زي الإرادة المنفردة، زي العمل غير مشروع، زي الإتراء بلا سبب، لأنه هو اللي يجعل هذه المصادر ترتب الحقوق والالتزامات. ولكن قد يكون القانون مصدرا مباشرا للالتزام في بعض الأحوال، ينشأ الالتزام بنص شني بنص من القانون من غير أن يستند لإنشائه في أي مصدر من المصادر الأخرى. فالقانون مثلا يحدد مضمون الالتزام وحدوده، زي مثلا نص المادة 201 من القانون المدني الليبي: الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها. طبعا من أمثلة ذلك اللي تنشأ، أو من أمثلة النصوص القانونية التي تنشأ مباشرة بنص القانون: التزامات الجوار في العقارات المبنية عموديا، والتزامات الحائط المشترك، والالتزامات بالنفقة بين الأزواج والأقارب، والالتزام بدفع الضرائب.